طاقت الافخاز انا نموت عليها. حبيت اليوم نديرو كيف كيف هذيك لاجليني من الفوق. شحال من خطره دومونديوها لي ودرت فيديو وكانت تمسح لي. ندو هنا كاس تاع الماء نديرو فيها القطرات نتاع الكولورون ومغرفه نتاع المايزينا نعمرها. نحركو مليح حتى تذوب هذيك المايزينا. نزيدو شويه ليكستري نتاع الفخاز نفرغوهم في كسرونه. نديرو السكر ونزيدو قطرات نتاع الليمون. ندوها فوق النار موين ونقعدو نحركو حتى تغلي. القوام تاعها ما راهوش ثقيل وما راهوش مايه. نفرغوها في كاش حاجه خلوها تبرد ومن بعد باش نجو نحطوها فوق لي طاغط. هذه تقدري تحطيها في بلاره وتغلقي عليها وتحطيها في الفريجيدار وبالبانسو تاعك ميتجوزي كامل على لي فخاز. هذه العمليه نديرو لها بريونس نتاع لي فروي. من جهه نحافظوا على الفاكهه باش ما تتكمش وتعطي لون شباب. ولو كانت تكثري المايزينا هذه كي تبرد تولي تطلق فيها بيوضه ما لازمش تكون ثقيله بزاف. اجي اللي تتباع تقدري تشريها بصح ماشي كيما هذه. حنا تختارها فخيز في سكيكا هذه هي اللي بازيو عليها. يعني الوصفه ماهيش من اليوم حنا عندنا سنين وزمان. المره الجايه نديرو تختارها فخيز مع بعض. قلكم صحة فطوركم وربي إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام.